إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة لله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف رجل الأحلام وقال: كانت الأحلام في الكتاب المقدس تعتبر وسيلة بها يكشف الله عن نفسه ويكلم الإنسان. وتناول قداسته أحلام القديس يوسف الأربعة حتى نفهم كيف علينا نتعامل نحن أيضا مع إلهامات الله لنا. في الحلم الأول ساعد الملاك يوسف على حل المأساة التي عصفت به عندما علم بحبل مريم العجيب. تضعنا الحياة أحيانا أمام مواقف لا نفهمها وتبدو بلا حل، وبالصلاة في تلك اللحظات نسمح لله بأن يبين لنا ما يجب أن نفعله. وكان الحلم الثاني عندما قال الملاك ليوسف أن يأخذ الطفل وأمه وأن يهرب إلى مصر لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليهلكه، ففعل كما أمره ملاك الرب دون تردد. قد نختبر نحن أيضا أخطارا تهدد حياتنا أو حياة من نحبهم. في هذه الحالات الصلاة تساعدنا على أن نسمع صوت الله الذي يولد فينا شجاعة مثل شجاعة يوسف لمواجهة الصعوبات. وفي الحلم الثالث والرابع كشف الملاك ليوسف أن الذين أرادوا قتل الطفل قد ماتوا، وأمره أن يعود مع مريم ويسوع إلى وطنه. وفي طريق العودة عندما سمع أن أرخلاوس خلف أباه هيرودس على اليهودية خاف أن يذهب إليها، فأوحي إليه في الحلم أن يذهب إلى الناصرة. وقال قداسته في الختام: الخوف هو جزء من حياتنا، وهو أيضا بحاجة إلى صلاتنا، والله لا يعدنا أننا لن نخاف أبدا، لكن عندما نصلي فإنه يساعدنا ويدلنا كيف نتغلب على الموقف ولا نتخذ قراراتنا تحت وطأة الخوف.